عندي 60 من ساعة ما اتطلقت وانفصلت عن ابو عيالي، حاولت ان استقل بذاتي بس للأسف بقى ما لقيتش حد يدعمني ولا حد يقف جنبي. الظروف كانت اقوى مني لغاية ما ولادي راحوا عند ابوهم وشفتهمش بقالي بتاع 26 سنة. نفسي اعيش زي الناس اللي عايشة، اقعد في مكان محدش يطردني منه، اصلي اقرا قرآن. على فكرة الحياة من غير الصلاة ومن غير القرآن وحشة أوي. حاسة إني فزت أهلي وإخواتي. الاستاف بتاع الدار هايل، بطلب السجاير. آه نفسك يعني تكملي بقية حياتك هنا في الدار ولا في شقة لوحدك؟ في وسط ولادي. طب وجه لهم رسالة بقى. ياللي ما عندكوش دم حس. أنا تعبت من كتر الشكاوي ومن كتر ما بشتكي للناس. أنتوا إيه؟ مش بني آدمين؟ ما تتفرجوش. كل سنه وانت طيبه وبخير دايما يا رب. وانت دايما انت والشعب المصري. عندك كام سنه؟ عندي 60. كل سنه وانت طيبه والعمر ليك يا رب. وانت بصحه وسلامه. احكي لي كده حكايتك ايه يا حاجات؟ والله حكايتي بتبدا من قبل ما انزل، من قبل ما سمر تاخدني. من ساعه ما اتطلقت وانفصلت عن ابو عيالي وحاولت ان استقل بذاتي بس للاسف بقى ما لقيتش حد يدعمني ولا حد يقف جنبي. الظروف كانت اقوى مني لغاية ما ولادي راحوا عند ابوهم وشفتهمش بقالي بتاع 26 سنة. بقالك 26 سنة مش اولادك؟ بشوفهمش الا بشاش كده، بروح ابص عليهم. هما بيكلموكي ولا لا؟ بيكلموني. بيكلموني بس الولد ابوه منع ان هو يكلمني، والبنت الكبيرة برضه منعوا تكلمني. نفسك في ايه؟ نفسي اعيش زي الناس اللي عايشة، اقعد في مكان محدش يطردني منه، اصلي اقرا قران. على فكره الحياه من غير الصلاه ومن غير القران وحشه قوي. انت تعبانه بقى مالك؟ مريضه ايه؟ مريضه بايه؟ رجلي الاثنين مقطعين وعندي الضغط والسكر. الحمد لله. مبسوطه بشكل عام هنا في الدار؟ طبعا. حاسه اني فزت اهلي واخواتي. الاستاف بتاع الدار هايل، والمديره كلها رحمه، استاذ عبد الحق المستشار بتاعنا، استاذ محمد ابراهيم. احتفلت يا ناس كلهم؟ احتفلت بعيد ميلاد ازاي النهارده بقى؟ احكي. انا اسعد مخلوقه في الدنيا عشان النهارده عيد ميلاد سمر نديم. حاسه ان ربنا حقق لي كل امال. اكلت تورته؟ طبعا. ايوه كانت بتعرف تروح تورته حبيبتي. تورتك جميله خالص. واكلت ايه كمان حلو؟ اكلت تورته وكان عسل ومربى وشربنا بيبسي. احسن اكله بقى بتحبها ايه؟ مكرونه بشاميل. بتحب مكرونه بشاميل؟ بيعملوا لك مكرونه بشاميل ولا مش بيعملوا؟ بيعملوا لي، هي بتعملها لي في البيت وكده. ولو ساعات بتطلبي طلب كده ما حدش بيرضى يجيبه لك ولا كل الطلبات مجابه؟ ايه بطلب السجاير. ليه كده؟ انت المفروض تحافظي على صحتك. سايباها على الله.